المحكمة الدولية تستكمل جلساتها اليوم بعد توسع خلوي والكشف عن مسار الميتسوبيشي. الحريري من لاهاي: لقد هالنا بالتأكيد أن تكون هناك مجموعة لبنانية موضع اتهام مسند إلى أدلة وتحقيقات واسعة. النصرة تتبنى التفجير الانتحاري في الهرمل والحصيلة 3 شهداء وأكثر من 40 جريحا. كيري يصدر مذكرة جلب لحضور المعارضة السورية إلى جنيف. صباح الخير. بين الهرمل ولاهاي خيط دم ومسافة اتهام. هنا في البقاع حزب الله قتيلا، وفي لاهاي قاتلا، والإرهاب متنقلا. في الهرمل مهر الدم بتوقيع جبهة النصرة، ففي منطقة تجارية استطلع انتحاري بسيارة مسروقة منطقة الهدف، وبعدما راح وجاء فجر نفسه وتحول إلى أشلاء، موقعا 3 شهداء وعشرات الجرحى. طريق الإرهاب طويل، فهل كانت بدايات شرارته مع اغتيال الرئيس رفيق الحريري؟ وبعد فوج الانتحاريين، هل لحزب الله أفواج انتحارية على امتداد الأزمة السورية؟ إن العمليات الانتحارية كانت على مدى السنوات العشر الأخيرة حقا حصريا للقاعدة ومتفرعاتها، وهم فخورون بما ينجزون، فلماذا يحيدون عن الاتهام؟ هذه الأجواء غابت عن المحكمة الدولية التي افتتحت أولى جلسات المحاكمة الغيابية مستندة إلى دليل الاتصالات الخلوية. جديد دلائل الاتهام سيارة الميتسوبيشي التي عثر على بقايا محركها وعلى منشأ استقدامها من الإمارات. أما تقنيا فإن التفجير لم يتم تحت الأرض، والمنفذ انتحاري، وأبو عدس شريط للتضليل. إلا أن البقاء على الاتصالات دليلا وحيدا فتلك ثغرة قانونية دولية. فحزب الله الذي يمتلك شبكة هاتفية خاصة كيف يلجأ إلى الاتصالات الخلوية المكشوفة في جريمة على حجم العصر؟ ومنها يجري قائد فريق الاغتيال مصطفى بدر الدين 16 اتصالا ويخلط القتل بالعشق. جلسة الافتتاح، ما أبرز معطيات يومها الأول في تقرير للزميلة رونا حلبي من لاهاي. في تمام 9:30 انطلقت الجلسات الافتتاحية للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان. جلسات علنية ومباشرة ومتفق عليها مسبقا، لولا عدم التزام محامي الدفاع فرانسوا رو بما هو مقرر، فأبدى تحفظه في بداية الجلسة وطلب الكلام بالنيابة عن المتهم الخامس حسن مرعي بالاستناد إلى القانون اللبناني المغاير للقانون الأنجلوساكسوني الذي يعتمد جزئيا في المحكمة، لكن المدعي العام رفض الطلب. بحسب القانون اللبناني يحق للدفاع إجراء مداخلة قبل انتهاء الادعاء من عرضه للأدلة، وهذا ما طلبته من رئيس المحكمة. وبعد أخذ ورد بدأ الادعاء عرض الأدلة ليبرهن أن عياش وبدر الدين نسقا الجريمة، وأن عياش هو من اشترى السيارة التي جرى تفخيخها وكان في موقع الجريمة قبل دقائق من التفجير، وأن عنيس وصبر متواطئان. الادعاء تطرأ أولاً إلى تفاصيل ما جرى في 14 من شباط عام 2005، فحدد الوقت الدقيق للجريمة من خلال صور لساعات اليد، وأظهر بدقة الطريق التي سلكتها سيارة الميتسوبيشي بالاستناد إلى أشرطة مراقبة جديدة. هذه الإشارة تظهر السيارة المفخخة في موقع الجريمة، ويتبين أنها مرت ببطء شديد بانتظار وصول موكب الحريري.
تم العثور على بقايا محرك سيارة الميتسوبيشي يابانية الصنع، وهي مستقدمة من الإمارات إلى لبنان، وقد بيعت بمبلغ نقدي في طرابلس. التفجير لم يتم من تحت الأرض، هناك انتحاري فجر نفسه والسيارة يدوياً. الجزء الثاني والأكبر من عرض الادعاء كان مخصصاً لداتا الاتصالات، حيث أشار محامو الادعاء إلى أن عياش ومرعي لم يجريا أي اتصال فيما بينهما، فيما كان التواصل بين عياش وبدر الدين من جهة وبدر الدين ومرعي من جهة أخرى. الهواتف الخمسة التي استخدمها منفذو اغتيال الحريري سدد فواتيرها شخص واحد حتى أيار عام 2005، أي بعد الاغتيال بثلاثة أشهر. الهواتف الخضراء التي استخدمت جرى شراؤها بوثائق مزورة. عياش أجرى اتصالاً أخيراً ببدر الدين قبل ساعة من اغتيال الحريري. الاتصالات استحوذت كذلك على الجلسة المسائية، حيث أشار الادعاء إلى أنه جرى تتبع الهواتف الخاصة للمتهمين للتأكد من هويتهم. جرى تتبع خطوط الهواتف الخاصة التي يحملها المتهمون من خلال رسائل المعايدة مثلاً. بدر الدين كان يملك هاتفين خاصين، أحدهما مخصص للأعمال والآخر كان يستخدمه للاتصال بعائلته وعشيقاته. كما ربط فريق الادعاء بين تاريخ بداية وضع الخطوط التي كانت تراقب الحريري في الخدمة والأحداث السياسية، مثل تصريح الحريري عن نيته بالاستقالة. وأشار الادعاء أيضاً إلى أن غالبية تلك الخطوط كانت تعمل في الضاحية الجنوبية أو تراقب الحريري أثناء تنقلاته بين قريتم وفقرة والمطار وغيرها. وقبيل نهاية الجلسة اعترض رئيس المحكمة على تواجد محامي مرعي في القاعة العامة، وجدد دعوته له إلى الجلوس في قاعة المحكمة بصفة مراقب. كما بدأت الجلسة اختتمت بخلاف قضائي حول ملف المتهم الخامس حسن مرعي، والإشارات كلها تصب في اتجاه الضم وبالتالي التأجيل، ولكن بعد الجلسات الافتتاحية التي أضافت في يومها الأول صوراً وأشرطة مراقبة جديدة رافقت معلومات تضمن القرار الاتهامي معظمها. من الغرفة الزرقاء في مقر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، رونا حلبي، قناة الجديد. مع افتتاح جلسات المحاكمة في المحكمة الدولية من أجل لبنان في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ثمة طرفان نزاع. الأول يؤكد أن لا مفر من العدالة، والثاني يطلب تحقيق العدالة بدءا من محاكمة شهود الزور. بالنسبة للمحكمة، الاتصالات فضحت الدنيا، وبالنسبة للسياسة في المحكمة فإن لبنان فضح الدنيا. بين سعد الحريري وجميل السيد توزعت الأنظار والهمسات في أروقة المحكمة الدولية. سعد محاطا بفريق عمله ووزراء ونواب وصحفيين، ومتسلحا بهوية ولي الدم، أطل مناديا بالحقيقة ولو بعد حين. إن حماية المتهمين بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، والإصرار على عدم تسليمهم إلى العدالة، هو جريمة مضافة إلى الجريمة الأساسية الكبرى. لقد هالنا بالتأكيد أن تكون هناك مجموعة لبنانية موضع اتهام مسند إلى أدلة وتحقيقات واسعة، وما كنا نتصور أن في صفوف اللبنانيين من يمكن أن يبيع نفسه للشيطان وأن يتطوع لقتل رفيق الحريري وتنفيذ أبشع عملية إرهابية بتلك الكمية الهائلة من المتفجرات. هذه الحقيقة جارحة وموجعة، ولكنها باتت حقيقة لا تنفع معها محاولات التهرب من العدالة والمكابرة في إيواء المتهمين وحمايتهم. وحده جميل السيد غرد خارج سرب الحضور السياسي في أروقة المحكمة، حتى السلام عليه قد يكون مشبوها لدى البعض. لكن ما تبين لاحقا وبعد 4 سنوات وخلال فترة التحقيق بظل العدالة الدولية بلبنان، أن كان هنالك مؤامرة شهود زور أدت إلى توقيف الضباط الأربعة
ومن ضمنهم أنا، وبالتالي هذا الموضوع أفقد الثقة اللبنانية بالعدالة وبالمحكمة الدولية التي هي من أدوات العدالة الدولية. وبالتالي اليوم نجد أن نصف اللبنانيين أو أكثر من نصف اللبنانيين يرون في هذه المحكمة أداة سياسية. وجودي اليوم هون هو بمناسبة إطلاق هذا المنبر الذي كنت من المفترض فيه أن أكون من بين المتهمين وأن أكون موقوفا وأن تكون المحاكمة تشملني. هذا المنبر بالذات يدعوني إلى القول أن المحكمة الدولية الحالية التي افتتحت أعمالها اليوم تفتقد بنظر الكثير من اللبنانيين إلى الصدقية، طالما أنها لم تفتح ملف المرحلة السابقة. طيب المحكمة الدولية اكتشفت جريمة جورد الزور، قالت أنها ليست مسؤولة عنها، لماذا لم تحلها إلى القضاء اللبناني؟ يعني لو لم جميل السيد يأتي إلى المحكمة ويطلب الإفادات والشهود كان ملف الإجرام تبع جورد الزور موجود في درج المدعي العام ونام إلى الأبد. يعني أي عدالة هي هذه التي تخفي أدلة ولا تحيلها إلى مراجع قضائية أخرى للتحقيق فيها؟ في آخر القاعة المحظور التصوير فيها، ميشدياق تراقب كل شيء، سعيدة بإنجاز المحكمة الدولية، الشهيدة الحية على كرسيها المتحرك، يدها على العصا والعين على الجنرال، فيما كان مروان حميدة عراب الأجواء الإيجابية يتنقل من مجموعة إلى أخرى شارحاً لتفاصيل المحاكمة. اليوم التركيز على القضية الأم، اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. إذا وصلنا بقضية القضايا إلى العقاب نكون عاقبنا كل القتلة في كل القضايا. أما سامي الجميل فيعود ويكرر مع كل سؤال، إن دم بيير من دم كل الشهداء والعدالة آتية. هيدا كان عن جد السبيل الوحيد لمعرفة مين اختال شهدائنا، لأنه كلنا بنعرف أنه القضاء اللبناني غير قادر للأسف على أنه يقوم بهيك عرض وبتحقيق دقيق لهيدي الدرجة. فهيدا بيأكدنا بمطلبنا بما يتعلق بالمحكمة، وبيبشر بالخير لمعرفة على الأقل مين اختال كل هالشهداء. مر الوقت على الشروحات في الجلسة الأولى، ومر معها الحضور نحو الخارج، بعضهم شرع بالتحضير للعودة إلى بيروت والبعض الآخر في مرحلة لاحقة لتبقى المحكمة وحدها. بعكس كل السياسيين الذين دخلوا مع الصحفيين من باب واحد، كان رئيس سعد الحريري غائبا بين الحضور، دخل من باب جانبي مع المتضررين، غاب عن الكاميرا داخل قاعة الجلسة، غاب أيضا بين الاستراحات باستثناء ظهوره أمام الكاميرات لإلقاء كلمته الصحفية. من أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي، مالك شريف، قناة الجديد. وفي مقابلة لاحقة مع فرانس بريس أكد الحريري أنه ضد أي عمل إرهابي سواء كان يستهدفنا أو يستهدف حزب الله أو أي أحزاب سياسية أخرى. وأعرب الحريري عن أسفه لأن أسماء الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجرائم هي أسماء لبنانية تنتمي إلى أحد الأطراف السياسيين، مضيفا إنهم أبرياء حتى تثبت إدانتهم وهذا ما نريده، نحن نريد العدالة لا الانتقام. انتحاري يفجر نفسه بسيارة مفخخة بوسط مدينة الهرمل وسقوط 3 شهداء وأكثر من 40 جريحا. لم يكد يمضي يوم على الإنجاز الأمني الذي حققته الأجهزة الأمنية بالقبض على أحد أهم الإرهابيين حتى سجل خرق أمني إرهابي جديد في الهرمل في اليوم التالي. فالإرهاب يجول في بلدنا وينتظر اللحظة المآتية. مدينة الهرمل التي اعتادت انهمار الصواريخ عليها استفاقت على تفجير انتحاري هز عقرها لتصبح ساحة الهرمل مسرح جريمة إرهابية. عند الساعة 9 صباحا دخلت سيارة كيا سبورتج وسط الساحة حيث سرايا الهرمل ومصارف المدينة ومستوصفاتها، وبعد جدال قصير مع امرأة خلفه عرقل سيرها فتح لها الطريق ليكمل سيره بضعة أمتار ويفجر السيارة بجانب البنك اللبناني الكندي المقابل للسراي. 3 شهداء أكدت هوية واحد منهم وهو حسين محمد عمرو وهو موظف في البلدية، شهيدان لم تؤكد هويتهما بعد في انتظار فحوص الدي ان اي، وأكثر من 40 جريحا إضافة إلى إشلاء الانتحاري هي حصيلة هذا التفجير. وقد بلغت زنة المتفجرات 35 كيلوغراما إضافة إلى المسامير والبراغي التي عثرت عليها الأدلة الجنائية، والهدف منها إنزال أكبر قدر من الأذى. وبحسب الأهالي فإن العناية الإلهية منعت وقوع مزرة لو فجرت السيارة بعد نصف ساعة وهي ساعة الذروة.
مصادر أمنية أكدت للجديد أن السيارة كانت قد جالت جولة واحدة على المنطقة قبل التفجير، وهي سيارة مسروقة بلوحة مزورة. أما بالنسبة إلى هوية الانتحاري فأكدت مصادر الجديد أن المعطيات بدأت تتكشف، وقد وجد جزء من سترته وقطع من الحزام الناسف الذي كان يتزنر به. القاضي صقر صقر سرعان ما كلف المعاون القاضي كمال نصار الانتقال إلى منطقة الهرمل لإجراء معاينة ميدانية في موقع التفجير، وبدأ التحقيق في الحادث، كما طوقت القوى الأمنية وعناصر الحماية في الهرمل المدينة بشكل كلي عند مداخلها. فات على البنك، اللي شغل بالبنك، بعد يعني ما وصلت لجوا على مدخل البنك وطلع، يعني مش لأنه القريب الانفجار مش هالصوت القوي بس ضغط قوي وإزاز وغيره، طلعت هيك كل الموظفين مدميين، حطيت ايدي هون كمان انا مدمة، وصدقيني يعني وقت اللي صار هذا الشيء ابدا ما خفنا ولا شيء، هذا نحن متعودين عليه واللي الله كاتبه بده يصير، وهيدي المنطقة معروفة شو هي وحاجة يعذبوا حالهم. يعني نواب المنطقة زاروا مكان التفجير واكدوا جميعهم ضرورة ان نتحد او نسقط جميعا. كلام للاسف يعني بعض وكالات الاعلام، نحن بنحترم كل الاعلام، انه انفجار في امام مركز لحزب الله او في معقل، نحن نقول هنا يعني وبكل فخر في الهرمل ان كل هرمل هي مركز لحزب الله، ان قضاء الهرمل هو مركز لحزب الله، ان كل هو هؤلاء الناس هم من المقاومه، وبالتالي يعني القتل هو لمجرد القتل وليس هناك لا من شخص مستهدف ولا من مكان مستهدف. حاج عرفنا أن السيارة كانت عم تتجول بالهرمل قبل حوالي نص ساعة، شو مدى صحة المعلومات؟ كل شيء بارد توصل لهم عم تتجول، يعني خلينا نقول خلينا نكون صريحين مع هل هناك اختراق أمني؟ لمن الأمن في مدينة الهرمل؟ بدي أسبع عليك، أول شيء الأمن يعني هو للأجهزة الأمنية، ونحن نحترم الأجهزة الأمنية من قوى أمن وجيش وكل الأجهزة الأمنية، ولكن يجب أن يفهم الجميع لا يوجد أمن استباقي بموضوع التفجيرات. طبعا يجب القيام بالحواجز ويجب على القوى الأمنية أن تتشدد أكثر وأكثر، ولكن أنا أعطي مثل دائما العراق الجريح. هذا النوع من هذه الجرائم الإرهابية والانتحاريين اللي عم بيكونوا بالسيارات ومرات عم بيكونوا بيلفوا أجسادهم بمتفجرات ويرتكبوا جرائمهم، بعتقد اليوم هي رسالة لللبنانيين جميعا، يا أما التضامن يا أما لن ينأى أحد ولن يكون أحد بمنأى عن مثل هذه الجرائم. نحن بحاجة إلى شيئين، الأول تفاهم سياسي، والتفاهم السياسي يجب أن يذهب إلى تشكيل حكومة، إلى انتخابات رئاسية، يعني إلى ولوج عتبة المسار الطبيعي والاستحقاقات في مواقيتها. والشق الثاني هو تدبير أمني وقائي مختلف، يعني أنا أنحني أمام إنجازات الجيش والقوى الأمنية، ولكن لبنان بحاجة إلى تدبير أمني لردع أو لسد كل ثغرات هذا التفلت الأمني. الأهالي أكدوا أن صواريخ الإرهاب لم ترهبهم ولم تمنعهم من إكمال حياتهم على نحو طبيعي، ولن تنال منهم ولن ترهبهم سياراتهم المفخخة ولا إرهابيوهم الجبناء. من الهرمل، نوال بري، قناة الجديد. جبهة النصرة في لبنان تبنت العملية الانتحارية في الهرمل ودعت السنة في لبنان إلى محاربة حزب الله. جبهة النصرة في لبنان تبنت تفجير الهرمل والعملية الانتحارية ببيان حمل الرقم 2، غردت به على حساب حديث لها على تويتر، معتبرة أنها عملية على معاقل حزب الله وأن الانتحارية هو من أسود جبهة النصرة من دون ذكر الاسم. عنوان البيان بالتالي: عملية استشهادية على معقل حزب إيران في الهرمل، بادئين الاستشهاد بآية قرآنية: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وأكمل البيان أنه: تم بفضل الله زلزلة معقل حزب إيران في الهرمل بعملية استشهادية فارسها أحد أسود جبهة النصرة في لبنان، ردا على ما يقوم به الحزب من جرائم بحق نساء وأطفال أهل السنة في سوريا. ختمين البيان بدعوة أهل السنة في كل المناطق اللبنانية إلى رص الصفوف لمواجهة حزب الشيطان بحسب ما ورد في البيان، متهمين إياه بالغباء لأنه يشارك المدنيين في مقاره. يذكر أن جبهة النصرة في لبنان تبنت مع سرايا مروان حديد ببيان مشترك رقم 1 قصف منطقة الهرمل بصواريخ جراد بتاريخ 17 من كانون الأول من عام 2013. حسابه الحديث على تويتر أنشئ في 24 من كانون الأول من العام الماضي. واللافت أن المواقع التي تتحدث باسم جبهة النصرة أو تنقل أخبارها لم تغرد أو تعد تغريدة هذا البيان الذي يتبنى العملية، كما أن البيان يخلو من أي إمضاء رسمي ومن أي معلومات تفصيلية عن التفجير. مستشفيات البقاع استقبلت الجرحى، فكيف كانت حال جروحهم وإصاباتهم؟
3 شهداء و46 جريحا هم ضحايا تفجير الهرمل، كل ذنبهم أنهم كانوا في المكان الذي قررت أن تضرب فيه هذه المرة يد الإرهاب. عرف من الشهداء حسين محمد عمرو وهو عامل ببلدية الهرمل، وامرأة من آل هرموش، وشخص آخر سوري لم تعرف هويته بعد. الشهداء نقلوا لمستشفى الهرمل الحكومي، فيما وزع الجرحى على مستشفى العاصي والبتول، 2 منهم في حال الخطر، وجرى نقلهما على مستشفى دار الحكمة في بعلبك. موجود هلأ 3 جثث، يعني في جثة واضحة وفي أشلاء لجثتين. أنا كنت بالسراي وأنا طالع سمعت صوت قوي كتير، وقعت على الأرض، صوت كتير كان قوي، ما عدت وعيت عن شي. أسمع شفت ناس هيك بالأرض، ناس رأسا ابني بس سمع الصوت إجا رأسا أخذني من السراي. مش ضغط بس من ضغط الصوت، وأني طالع من باب السراي. أنا ما كنت، أنا بالمدرسة وابني بالصيدلية، وطلع الانفجار وخبرنا هو الإصابة بشبكة العين وراسه 30 قطبة وكتفه، والله على الظالمين وعلى يد الإرهاب والإجرام، وشو بدنا نحكي أكثر من هيك. إشارة إلى أنه عثر على 12 كيسا من الأشلاء يرجح أن تكون للانتحاري الذي فجر نفسه. الجديد أجرت مقابلة مع صاحب السيارة المسروقة التي استعملت في تفجير الهرمل، في هذا التقرير لرامز القاضي. على غرار باقي سيارات الموت في الانفجارات السابقة، سيارة كيا سبورتج التي انفجرت في الهرمل مسروقة من شهرين من منطقة انطلياس وتحمل اللوحة 35797. صاحبها هو نظرة قسبار شهنيان، أفاد لمخفر انطلياس عن سرقتها، وهي موديل عام 2010 ولونها أسود بحسب ما يظهر دفتر السيارة وأيضا محضر السرقة هذا. جينا على الشغل اليوم مثل العادة 8:30 تقريبا، وبعد شي 10 دقائق ربع ساعة شباب قالوا لي في انفجار، عم بيقولوا على النيو تي في وعلى كل المحطات وعلى الانترنت عم بيقولوا في انفجار صوب بعلبك هرمل. فرحت على التلفزيون وطلع شوي شوي صار يقولوا كيا سبورتش كيا كذا، هيدا اللي صار. وتأكدنا بعدين، دقوا لي من مديرية المخابرات و قالوا لي انت مسرق لك سياره وكذا، قال لي بدنا صور المحضر وكذا بالفاكس اذا بتبعث لنا هني. وقلت لهم اذا في لزوم اطلع، قالوا لي بنحكيك اذا جد شيء بس اعطينا صور المحضر وكذا. بعثت لهم هي بالفاكس وهي كانت. قديش لها مسروق سياره؟ حوالي شهرين، ب8 تشرين الثاني. من وين سرقت؟ من انطلياس قدام بيتي. نزلنا الصبح عادي وما لقيت السيارة، طلعت يمين شمال السيارة مش موجودة، نزلت على المقبر دغري 5 دقايق والمقبر حد بيتي، قلت له انه في سيارة دغري. الشاب اللي بده يعمل لي المحضر قال لي شو معك يا سبورتج، قلت له قال لي جارك كمان. وثابت نفس الليلة في 3 سيارات من عنا من الحي وكلهم 3 كيا. السيد شهنيان تلقف الخبر بكثير من الحزن، متمنيا لو انها بيعت ولم تفجر بالابرياء. هذا حكاك يعني عاده هن هول عم يسرقوا سيارات قبل كانوا يدقوا تاخذ سياره؟ لا 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 لا، ما حدا جرب يحكيني، كنت مفكر ان شاء الله يستعملوها للسياره باعمال خيريه او يفكوها ويبيعوها، ما كنت مستنظر انه يصير فيها للسياره هيك. والله يرحم الشهداء كلها، وكثير مأثر انه في قتلى وجرحى. استخبارات الجيش طلبت كاميرات المراقبة في المنطقة التي سرقت منها السيارة في محاولة لتعقب الأشخاص الذين سرقوها. جنوبا، أقدمت دورية راجلة تابعة للعدو الإسرائيلي قوامها 3 عناصر أقدمت مساء أمس على خرق الخط الأزرق مقابل بلدة يارون بنت جبيل لمسافة 10 أمتار داخل الأراضي اللبنانية. وقال بيان صادر عن قيادة الجيش إنه على الإثر اتخذت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة الإجراءات الدفاعية المناسبة في مواجهة الدورية المعادية التي عادت وانسحبت بعد 3 دقائق باتجاه الأراضي المحتلة، وتجري متابعة الخرق بالتنسيق مع قوات اليونيفيل. بعد الإعلان، الجهاد الكندي. أهلا بكم من جديد. واشنطن تحث المعارضة السورية على المشاركة في مؤتمر جنيف 2، وتشديد روسي على ضرورة المشاركة الإيرانية في المؤتمر.
حث وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أعضاء المعارضة السورية على التصويت بالموافقة على حضور محادثات السلام المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل في سويسرا. موقف كيري جاء في كلمته أمام الصحفيين، دعا فيها أطراف المعارضة السورية على العمل من أجل تسمية وفدها إلى مؤتمر جنيف 2 المزمع عقده في 22 من الشهر الجاري. وقال كيري الذي سيرأس الوفد الأمريكي إلى جنيف أن مؤتمر جنيف 2 هو أفضل فرصة لتحقيق أهداف المعارضة السورية والشعب السوري. إن مؤتمر جنيف 2 يهدف إلى وضع حد للحرب في سوريا، ولا سبيل للسلام في سوريا سوى عبر المؤتمر. لابد من إيجاد مسار يفضي إلى تأليف حكومة انتقالية تحظى بصلاحيات تنفيذية، وأي شخصية لا تستحوذ على التوافق الكامل لا يمكن أن تقود سوريا. وإن حكومة بلادي تحث المعارضة على المشاركة في المؤتمر وتحديد موقفها في أقرب وقت من مؤتمر جنيف 2. إلى ذلك، شهدت العاصمة الروسية موسكو محادثات ثلاثية بين كل من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والإيراني محمد جواد ظريف والسوري وليد المعلم، تبعها مؤتمر صحفي مشترك بين ظريف ولافروف، شدد فيه هذا الأخير على الاهتمام باجتثاث البؤر الإرهابية في الأراضي السورية وفق قرارات وبيانات الأمم المتحدة، وتطرق إلى مؤتمر جنيف 2. حضور إيران مؤتمر جنيف 2 أمر ضروري، وأرى أن حل الأزمة السورية يكون بالتوافق بين السوريين أنفسهم ومن دون تدخل أحد. إيران على ثقة أن روسيا ستؤدي الدور الأساسي في عقد مؤتمر جنيف 2، ونحن نرى أن روسيا صديقة ودولة جارة. وكان ظريف قد التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجرى التطرق إلى الاتفاقيات الأخيرة التي عقدت بين إيران والسداسية، وأكد بوتين وجوب ألا تبقى اتفاقيات جنيف الخاصة بالملف النووي الإيراني حبرا على ورق، فيما أمل ظريف أن يزور بوتين إيران قريبا، مشيرا إلى أن الرئيس الإيراني دعا بوتين رسميا إلى زيارة بلاده في خلال لقائهما الأخير. ميدانيا، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان سقوط أكثر من 1000 قتيل في نحو أسبوعين من المعارك بين داعش والكتائب الأخرى المعارضة في سوريا، ومن بين القتلى الأجانب شاب كندي يدعى داميان كليرمونت ويلقب بمصطفى الغريب، وقتل في خلال مشاركته إلى جانب داعش في معارك في حلب ضد الجيش الحر حيث أسر وأعدم. وكانت صحيفة ناشونال بوست الكندية قد أجرت اتصالا هاتفيا بداميان الذي رفض التحدث عن دوافعه مكتفيا بالقول الأمر بيني وبين الله. أما والدته كليرمونت فروت للصحيفة نفسها أن ابنها اعتنق الإسلام في سن 17 عاما بعد محاولة انتحار، ولدى مغادرته كالجاري التي انتقل إلى العيش فيها بعد نوفا سكوتيا قال داميان لوالدته إنه يتوجه إلى مصر لتعلم اللغة العربية، لكن عناصر استخبارات أتوا بعد بضعة أسابيع ليبلغوا والدته أنه أصبح في سوريا التي دخلها عبر اسطنبول. وأشار متحدث باسم هيئة الاستخبارات الأمنية الكندية إن مشاركة الكنديين في نشاطات متطرفة أمر مثير للقلق، لافتا إلى أن سوريا أصبحت الوجهة المفضلة لمثل هؤلاء الذين يعتزمون السفر إلى أماكن مختلفة من العالم لممارسة نشاطات إرهابية. ميدانيا، أكد ناشطون سوريون سقوط عدد من القتلى والجرحى إثر قصف مروحيات تابعة للنظام محيط حديقة الطلائع في مخيم اليرموك بالبراميل المتفجرة. من جانبه اتهم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدناني تنظيم القاعدة ومنظمات إسلامية بتعمد مهاجمة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا. هذا ودارت اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر والجيش النظامي في منطقة بابهود والسوق المسقوف في حمص، ونفذت قوات أمنية حملة دهم وتفتيش واعتقال في حي الأندلس في حماة. محلياً، أهالي وادي خالد يطردون النازحين السوريين من قراهم لعدم تسديدهم بدلات إيجار المنازل المستحقة. نفذ أهالي قريتي الكلخة ورجم خلف في وادي خالد ما سبق وهددوا به، فعمدوا فعلا إلى إخراج العائلات السورية التي كانت تستأجر منازل لها في القريتين بعدما تمنعت هيئة الإغاثة السويسرية عن دفع بدلات الإيجار المستحقة على الأهالي منذ 4 أشهر لأكثر من 170 منزلا مؤجرا للعائلات السورية. وللغاية تجمهر النازحون أمام مبنى المدرسة الرسمية في قرية الكلخة حيث نددوا بالغبن اللاحق بهم نتيجة إهمال بلدية وادي خالد وهيئة الإغاثة السويسرية لحقوقهم وحذفهم عن قائمة المساعدات للنازحين السوريين. أمير
قطر بعت مساعدات للسوريين، بنسمع أمير الكويت بعت مساعدات، ملك السعودية بعت مساعدات، كل عم تروح على الطريق ما عم يوصل لعنا شيء. في شيء 100 تقريبا شيء 150-160 عيلة تقريبا. بس هوني عدد هون رجم كلخة ورجم خلاب. في 300 عيلة مشطوبة. كلخة ورجم خلاب. مطرودين مطرودين من 5 ايام ولا مطرودين نحن؟ يا بتدبروا اجار يا بتدبروا حالكم. جوزي قاعد لا شغله ولا عمله، من وين نحن بدنا نعيش؟ هلا انا ايه مكحوشه ليك هلا السعودي والقطري جزاهم الله خير عم يبعثوا خير ليوم الخير، بس يبلعوا البحر المتوسط وما ادراك. بدنا نعمل مظاهره للامم بحق المشطوبين منا، واجارات البيوت لازم تدفعوها لرجم خلف والكلخه، والا بدنا ننام بالشارع، وهذا مو من حقهم انهم ما يدفعوا اجار بيوت. قد اصبحنا غير قادرين على الاستمرار في استضافه الاخوه السوريين، ونحمل المسؤوليه المباشره لبلديه وادي خالد ولهيئة الإغاثة السويسرية التي نتهمها بسرقة الأموال، كما أننا نعلن اتخاذ إجراءات تصعيدية سلمية. وناشد الأهالي جميع المعنيين في لبنان والهيئات الدولية التدخل السريع لمعالجة أوضاعهم مع الاحتفاظ بحق اتخاذ كل الإجراءات القانونية التي يرونها مناسبة لتحصيل حقوقهم، ومنها الادعاء على هيئة الإغاثة السويسرية ومجلس بلدية وادي خالد. كتلة المستقبل ترى أن دعم إيران يكون بوقف استخدام حزب الله وليس بالكلام الدبلوماسي. رأت كتلة المستقبل أن انطلاق أعمال المحكمة الخاصة بلبنان هو إذان بأن حق الشهداء لن يموت، وأن المجرم لن يفلت من العقاب، وأن أمره سيفتضح أمام الرأي العام اللبناني والعربي والدولي، وأنه سيحاسب على جريمته وسينال عقابه العادل. وقالت في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي إن شهداء مدينة الهرمل الأبية هم شهداء كل لبنان الذي يجب أن تتضافر كل الجهود لإبقائه مصونا بعيدا من الأهوال التي تجري من حوله وبعيدا من مشكلات لا شأن له فيها. توقفت الكتلة أمام الزيارة التي قام بها وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف إلى لبنان. إن الكتلة تتطلع إلى قيام علاقة بين الدولتين الإيرانية واللبنانية قائمة على الندية والاحترام المتبادل. إن دعم إيران للبنان وصيغته لا يكون بالكلام الإعلامي والدبلوماسي المنمق، بل بالتوقف عن استعمال حزب الله ودفعه إلى التورط في القتال الدائر في سوريا. وأعلنت الكتلة أنها تنظر بعين الإيجابية إلى المساعي المبذولة من أجل تأليف الحكومة، وهي على ذلك ستتابع العمل الجاد في الأيام المقبلة للوصول إلى تفاهم يطمئن اللبنانيين ويكون مستندا على الدستور والميثاق الوطني واتفاق الطائف وأعلان بعبدة. بعد الإعلان طيارة معراب. أهلا بكم. طائرة تحلق فوق معراب ومقر رئيس حزب القوات اللبنانية، التفاصيل في هذا التقرير. مجددا تتوجه الأنظار إلى معراب، فبعد الزهرة التي قيل إنها حمت الحكيم من الاغتيال يجري تداول معلومة عن تحليق طيران من دون طيار ليلا فوق معراب، وتحديدا فوق المقر الرئيس لحزب القوات اللبنانية ورئيسها سمير جعجع، مع فارق أن الطيران مجهول الهوية والمصدر. القوات كيف تفسر ذلك؟ بالنسبة لنا وتحديدا بين 8 و 14 من الشهر الجاري أكثر من مرة رصد صوت طائرة الأغلب أنها من دون طيار فوق موقع معراب، موقع السكن وقيادة القوات اللبنانية، سكن دكتور جعجع وقيادة القوات اللبنانية ورئيس الحزب. يعني انحطت الأجهزة العسكرية أولا الدرك بالمحيط ولاحقا الجيش اللبناني بالجو وشاركوا برصد هالأصوات، وطبعا أجمعوا على تقييم هالصوت بأنه طائرة من دون طيار، مع تأكيد من غرفة عمليات سلاح الجو اللبناني أنه ما عنده شيء بالأجواء بهذه الأثناء. لم نوجه الاتهام لأي جهة، مطلوب من الأجهزة المعنية حتى ولو اضطرت ربما الاستعانة باليونيفيل اللي بتساعد برصد الأجواء، ربما يكون شيء من خارج لبنان. عندي بس استدعاء، عادة طيارة بلا طيار يا العدو الإسرائيلي يا حزب الله صار عنده طيارة بلا طيارجي، هل مقصد انه يا هي اسرائيل يا هي جهه لبنانيه يتعاملون بذلك حزب الله؟ انا اللي عم بقول ما الجهه اللبنانيه، قد تكون من الداخل والخارج. شو يعني من الداخل؟ يعني
جهة من الداخل ما جهة ما من هي ما لا أعلم ولكن أنا في عدد حزب الله يمتلك أو لا يمتلك في معلومات أنه بعض طيارة فوق إسرائيل في طيارة أيوب أنه لديه غيرها يمكن في أطراف أخرى يكون عندها ما فينا نحن نأكد يعني مجرد أنه نطلع الاتهام مسؤولين عنه نحن بهالموضوع لا نتهم أحدا. إذن التحقيقات مستمرة والأجهزة الأمنية المختصة بأعلى مستوياتها تولي هذه الطائرة أهمية خاصة، فهل يفك لغز هذه القضية؟ فقد السيطرة على شاحنته فقتل شخص وجرح آخران. أدى حادث سير مروع بين صهريج مياه وعدد من السيارات في الأشرفية إلى مقتل شخص كان يقود سيارة أجرة وجرح شخصين آخرين إصابتهما غير خطرة. ووفق المعلومات فإن سائق الصهريج التابع لإحدى شركات المياه فقد السيطرة على المكابح بعدما تخطى جامعة الأيو أس تي باتجاه مستشفى أوتيل ديو، فبدأ بجرف السيارات أمامه حاصدا نحو 12 سيارة، ثم توقف قرب مدخل المستشفى مصطدما بسيارة من نوع مرسيدس وهي أكثر السيارات تضررا وبعمود الإنارة في الشارع. فرق الصليب الأحمر توجهت لنقل المصابين إلى المستشفى للمعالجة، أما القوى الأمنية فعملت لتوقيف صاحب الشاحنة لاستجوابه. حادث السير أدى أيضا إلى زحمة سير خنيقة من جسر الرئيس الياس الهراوي باتجاه الأشرفية. وزير الطاقة جبران باسيل يؤكد وقوفه إلى جانب العمال المياومين. افتتح وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل صالة الزبائن الجديدة في مؤسسة كهرباء لبنان بعد تأهيلها، وأعلن وقوفه إلى جانب العمال المياومين. المياومين وعمال غب الطلب نحن يلي حصلنا لهم حقوقهم من دون طلب منه. فنرجع للأساس، يرجعوا يراجعوا المياومين شو كانت أجورهم اليومية يلي بعدهم المياومين بمؤسسة كهرباء لبنان، شو صارت؟ كيف زادت أكثر من 50% ونزاد عليها 8000 ليرة نقل وضمان اجتماعي، يعني أكثر من 100% أكيد أكثر زادت أجوره. ويلي بشفاته على الشركات كمان أكثر من هيك. بارحة صار في تصرف من شركة بنحط بخانة الصرف الجماعي، وهذا له أصوله ولو إلياته بالقانون. نحن بهالمرة كمان مرة تانية وقفنا معهم لهالعمال تا يقدر الشيء اللي عم يتاخد بحقهم يكون على القليل بحسب القانون. وأمل أن يقر مجلس النواب القانون المتعلق بمؤسسة كهرباء لبنان معتبرا أن هذا ما يحفظ حق الجميع. إلى عناوين صحف اليوم الجمعة 17 كانون الثاني. وفي صحيفة النهار: يوم الادعاء في المحكمة كأنه 14 شباط بوقائع مذهلة. الإرهاب الانتحاري يستهدف الهرمل مجددا والنصرة تتبنى التفجير. المسعى الحكومي في مراوحة بين عقد التأليف والبيان الوزاري. واشنطن ترفض أي إعادة تفسير لبيان جنيف واحد. في السفير: سطر الحكومة لم ينضج بعد، المحكمة تتوسع هاتفيا بلا مفاجآت. 3 شهداء وعشرات الجرحى في تفجير انتحاري، الإرهاب يستهدف الهرمل. ضغط أمريكي في اللحظات الأخيرة على الائتلاف، تنسيق روسي إيراني سوري عشية جنيف 2. وفي الأخبار: تفاؤل في المصيط بي وعقدة البيان مستمرة، سعد ينطق في لاهاي. وفي الهرمل ينفذ الحكم. في الأنوار: قرار الاتهام في المحكمة الدولية، وثائق عن الاتصالات الخلوية قبل الجريمة، إدانة شاملة للتفجير الانتحاري في الهرمل. 95% قالوا نعم للدستور المصري، الائتلاف السوري يحدد اليوم موقفه من المشاركة في جنيف 2. ننتقل إلى الديار: المحكمة الدولية تدعي بالقرائن والوقائع والمعلومات مستندة إلى داتا الاتصالات. جبهة النصرة تتبنى الهجوم الانتحاري في الهرمل وقتلى وجرحى ودمار. بدأ العد العكسي قبل 4 أيام بين الحكومة الجامعة أو الأمر الواقع. لافروف وظريف والمعلم يبحثون التحضيرات لجنيف 2، اختيار مرفأ إيطالي لنقل الأسلحة الكيميائية السورية. في صحيفة المستقبل: الحريري، حماية المتهمين جريمة إضافية، وهالنا بيع لبنانيين أنفسهم للشيطان.
بداية المحاكمة حقائق صاعقة. كتلة المستقبل تستنكر، وسليمان يلفت إلى ضرورة قيام حكومة جامعة سريعا لتحصين لبنان. الإرهاب الانتحاري يصل إلى الهرمل. وإلى بعض عناوين البناء، عطلة الحكومة يوم المحكمة بكلفة 12 مليون دولار، وتفجير الهرمل رسالة موقوتة للدخول على الخط. مهلة 20 كانون الثاني للحكومة تشجع المتطرفين على التصعيد لإطاحتها. حلف موسكو طهران دمشق، البريكس وشنغهاي على المتوسط والخليج. تجاذب علني بين كيري ولافروف حول مشاركة إيران في جنيف. وإلى عناوين اللواء، محاكمة المتهمين باغتيال الحريري، صفحة العدالة تفتتح في لاهاي. الحريري حقيقة موجعة أن يكون بين اللبنانيين من نفذ الجريمة. تفاهم على الوزارات السيادية. السنيورة للواء، العقدة ما زالت في البيان. 4 شهداء و34 جريحا بانفجار انتحاري في الهرمل. البلد عنونت: المحكمة تستكمل اتهامها اليوم والنصرة تفجر في الهرمل. كاري يحث المعارضة على التجاوب مع جنيف 2. الدستور المصري ينتصر أوليا. وفي الجمهورية، المحكمة قدمت عرضا مهنيا وعلميا فاق التوقعات وتكشف تفاصيل إضافية في جلسة اليوم. الحريري: المجرمون لبنانيون. تسوية سياسية آتية ستخرج الأسد. إلى الحياة: أهالي الضحايا يستعدون ذلك اليوم من شباط 2005، وسعد الحريري يشدد على العدالة لا الثأر. المحكمة الدولية، وقائع وتفاصيل جديدة عن الاغتيال. 3 قتلى وعشرات الجرحى بالهجوم، وسليمان دعا لتحصين الساحة بحكومة جامعة. النصرة تتبنى الهجوم الانتحاري في الهرمل. وفي الشرق الأوسط، الموافقة على الاستفتاء تقترب من 95%. نعم للدستور تقدمت في معاقل الإخوان، والغنوشي يعرض منح اللجوء للجماعة. 5 قتلى وعشرات الجرحى في تفجير استهدف معقلا لحزب الله. انطلاق المحكمة الدولية لاغتيال الحريري بحضور شخصيات لبنانية. طهران تسعى لتقديم حوافز لشركة النفط. روحاني: مصالح شخصية وراء رفض جماعات إيرانية تطبيع العلاقات مع العالم. كان في النشرة: المحكمة الدولية تستكمل جلساتها اليوم بعد يوم خلوي والكشف عن مسار الميتسوبيشي. الحريري من لاهاي: لقد هالنا بالتأكيد أن تكون هناك مجموعة لبنانية موضع اتهام مسند إلى أدلة وتحقيقات واسعة. النصرة تتبنى التفجير الانتحاري في الهرمل، والحصيلة 3 شهداء وأكثر من 40 جريحا. كيري يصدر مذكرة جلب لحضور المعارضة السورية إلى جنيف. ختام النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.